فإذا وجبت مركي بعد جنوبها دين عيادين مركي ساور نعبنا فكلوا كعنا ومنها حقير وأبعموا قودية القارعة مدك قرعصان أهل كيسا تاين اسكا صبر يوال معتر مدك سائلك لا 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 كسي مركي نعبو مركي كل هذا نعبو وذبحك شرعي وكل هو حلال أنا بقول يبدأ في السؤال مثلا اسكو خبصا ما يوجد قال وحي بهم ورهيلك نافك مركي لك ورهب هيلك سيدي سيوية ميا عيل اللي وقعنا كراش ما يبنان طيب مثل ما بنان هدي لاي عيلون فإذا وجب الجنوب فكل منها كعنا مركي نافك وكو حلالي ويذبح شرعي وكل هذا قول يا انا يقول يا قيم بابا المسلمين وحي جريبا يا وسيلة ومسكت عنا انتي بس بس يا رب سواق هذه جدودين وبالكي وجدودين انتي سال الله يا رمر مريم شو قال قاسم بابا هو برام بدي يا رمان دعان وليه لكن النو كروسكا كروسكا سيدي سي النو كورنا وانت والله بقيم كمنا بدك قيم عاجل فكروسكا والله يا ابونا وورابا ورم بدك كروسكا سيدي تكورنا وكينو الناس بقيم جمع شرعي وكل بعوي وأطعموا قودية القانعة منك قانعة يوال معتر مركا منك قانعة إسكا كافتون إيا دينك معتر كيسائل كاللبابا بقودية لبابا قودية وحسية كذلك سيدا سان سخرنا هاي إذن كساخي رجيشا لكم إذنك إنه يحيد أننا يسا إذن كساخرنا باشا يرتي إنت إلي بتاي حوق جيري يلاف تيلا هيد إلي أيبا سألو واتو هجانسان ee kul guur aray kul cunug yar intuu qaato oo iska wadaayo kul way fariisinayaa joog u dhaayaa way iska fariisda kul way kici kul way iska maare ku yar baa intuu weel qaato iska maale waxa soo taskhiir ilaahay ma taskhiir ilaahay wey oo maxaa saaydin ku saqira taalla kum tashkuruna inaad ku shukriibaan oo ilaahay aadu macan naqdaan yaa idin ku saqireen idin ku sahle la yanaara allah ilaahay ma gaariyo luxumaha hilbaheeda iyo walaa dimaa waa dhiiga geeyin ولكن يناله إلهي وحجاري أتقوى على كعبسي منكم حق النكات مركي آل الله صور رمع عملك فضل جيسة يا وحال البرار الجنية قورع يضحيونك يهديونك وحو مقصود قال له جيدة إلهي الله حصوصته يا إلهي اللي شكريه يا ذكر إلهي الله بضيئنا يتعب يا إلهي اللي ما شاء الله حكسر له إلهي كجاري بلد لن ينال الله إلهي مجاري اللحوم وهد هالبهدي ولا دماء ويجيري إله جاري مايا ولكن يناله حجارة يأتقوى الله كعبس ومنكم حق النكاهات ما إيش مقصودك وحقا وحق وعلى كعبسة إن الله الله ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم رسول إلى صورهم كيني بدبدي نطور ماي ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعماركم هل كاسا الله طوريا كذلك ساسو سخرها ربي أسهل لكم منك الجيشة لتكبر الله على إنا دوينيسان على ما هداكم لأجل ما هداكم هنونتوا إذن أمني الدراب الدين كيسي شرع كيسي وإذن كوها نونية وغشر نبي أبو بشارع المحسنين بدك المحسنين تأيه السماء فلك بدك أبو بشارع بالي إن الله إلهي الدافع وهو الدفعين إياه عن الذين كوي حقوا الدفاع آمنوهم إياه بأس الكفار وكالدفاع إن الله إلهي لا يحب مجعله كل خوان مدك استوى خيانا بغنا كفورنا وقالنا بغن رب سبحانه وتعالى وقوة رم قد كان المؤمنين تيسقى قرى صارتا يسقى أول مغضا إن إلهي دفاعي وكم من عنا يبدك قالا يا أشرارتا أشار كورا ورا إلى علم أيوه وقت يلبي فيك إلا يحفظ إلي كجرا إن الله إلهي يدافع يدفعنا وقراءك له والدفاع وأقر جاري عن الذين كوا حقوا لآمنوا رمي شر الأشرار وكيد الفجار وكالدفاع إن الله إلهي لا يحب مجعل كل خوان خيانة بدنا كل كفور وقالنا بدنا إذن وحى الله إذن من الذين كوا يقاتلون على ربك علما يبلغ تعالي الله إذن بأنهم بسبب أنهم يلا ظلموا والله ظلمين وإن الله إلهينا على نصرهم درجار كود اللي قدير المدء ويدوي أيضا حكو سودك النبي يا أصحاب تيزة مركي مكلا قبحي انت هرابا آيات ربما صبرك يا اللي أمره هي أو بقالك الله أفسهم لكن آيات سودك أو دغالك فسحدا آيات دي أبو ريسيو ساسالي ساسيري إن فربضنا مفسرين تكمدي أول آية نزلت في الجهاد وآيات دنا يرادي وذين وحى الله إذن الذين قوة يقاتلون دغالان أما يقاتلون للاب دغالان
dulka taaliba loo idan dagaalkiiba loo idan in istifaacaan maxaa yeelay bianahum bisababi anahum iyaga dulimuu waa la dulmiyey dadkaasi dad la dulmiyey oo la dhibay oo laga gardaran yahay wey hadday dagaalamaanna wa ina allaha ilaahay calaa nasrihim gargaarkooda la qadiiri mid awooda wey rabbi subxaanahu watacaala wuxuu yidhi hadday dagaalamaanna annaguna inaan u gargaarayna waan awoodnaaye waan u gargaaraynaa wey alladiina kuwa weeye ukhrijuu la bixiyey min diyaarihim guryahooda bigayri xaqin xaq la-aan lagaga bixiyey waa kuwa guryahooda dulmi lagaga saaray dadkii maxaanku dhahaa ahlumaka ahaa iyo dadkii nawaaxiga deganaa muslimiinta ah ee lagu kallifay inay hijroodaan markii loo diiday guryahooda ilaahay inay ku caabudaan maxaa loo bixiyey looma bixinin ilaa an yaquuluu inay dhaheen mooyaan rabbunaa rabbiganna allaahu ilaahay wey intaa unbaa lagu eriyey waxa guryahoodii looga bixiyey keli ah waa inay dhaheen annaga rabbiganna waa ilaahay maka loogama saarin inay dhaheen annaga rabbiganna waa ilaahay mooye dembigoodu waa mid kaa un dembigoodu waa kaa taasina hadde wax dembi ah ma aha walowlaa dafcullaahi alla dafcintiisa haddayna jirin annaasa dadka uu dafcinaya bacdahum barkood bibacdin barka kale lahudimad waxaa la dumin lahaa sawaamicu sawmacado iyo wa biyacun kanaysado iyo wa salawaatun iyo wa masaajidu wa yudkaru lagu xuso fiihaa dhexdeeda ismullaahi magaca ilaahay kahiiran in badan wala yansuranna allaahu alla wuu u gargaarayaa man yansuruhu qofku uu u gargaari in allaha ilaahay la qawiyun mid awood badan weeye casiizun ghaalib walowlaa dafcu llaahi annaasa bacdahum bibacdin ilaahay wuxuu yidhi haddayna jirin dadka difaaca la isku dafcin ee iyaga qolo sharkood qolo kale lagu dafcinayo ee qolaba qol ay hortaagan tahay oo dadkan iyaga aan la isku dafcinaynan jirin waxaa la duwin lahaa u ilaahay yidhi sawaamic sawaamicdu marka waxaa weeye waa guryaha yaryar ee nimankii nasaarada ruhbaantoodii iyo nimankoodii cibaada ay ku cibaadaysan jireen qaybta yaryar baa sawaamic la odhanaya waa biyacuna waa kuwa waaweyn kanaysadu moogta iyaga kale waaweyno qaybna waa kuwa waaweyn oo la hoos tago kuwana waa kuwa yaryaroo weaad walba in yahu iska dhistay oo isagu markaa uu ilaahay ku caabudo wa salawaatuna waa kana isul yahuudo waa meesha iyagu ay ku cibaadaysan jireen waa iwar baa ayaa laga dhigi lahay waa la burburin lahaa intii lagu soo duulo haddii dafcinta dadka la isku dafcinaynan jirin wa masaajiduna waa la dumin lahaa masaajidu yudkaru lagu xusi fiihaa dhexdeeda ismullaahi kahiiran in badan marka tan usoo celi masaajidda uun u celi ilaan iyada aqrabulmadkuuraadee kuwii horay la wixii nasakh baa ku dhacay muugtee hadda qayladooda iyo waxaan dikri ilaahay maaha iyo waxaanay samaynhayaane oo la odhan maayo sawaamic iyo kanaysado iyo masaajid baa la dumin kuwaasoo yudkaru lagu xusaya fiihaa dhexeeda ismullahi oo dhammaanteed loo wada celin maayo iyagu waxay ahaayeenba kolkii hore ay saxnaayeen ee intaan la nasakhinaaday fiicnaayeen kol dambe haddii la nasakhay iyagiina wayba taxriifiyaan ade kolkaa waxay hayaan ma jirto wala yansuranna allaahu alla wuu u gargaarayaa man yansuruhu ruuxu u gargaaraayo oo hadda nabigiyo inta la socota waa u gargaari in allaaha ilaahay la qawiyun alla awood badan weeye casiizun kol haddii la sheegay hadde ilaahay uu gargaari mid awood badan ba gargaari kara wey haa mid awood iyo maxaanku dhahay cizala weeyo wuu gargaari karaa wuuna u gargaari hadalka aad buu u adag yahay wala yansuranna allaahu man yansuruhu hadal adag weeyaan alladiina kuwa weeye kuwaas loo gargaarayo in makanaahum haddaan makanina fil ardi ardaba dhexdeeda aqaamu salaata salaada oogaayo wa aatawu zakaata zakada bixinayo wa aamaruu amraya bilmacruufi wa nahaw nahyinaya can ilmunkari walilaahi allahum bay usugnaatay caaqibatu lumuuri umuurta ciribteeda bal dhowr hadda rabbi subxaanahu watacaala wuxuu yidhi dadka aan u gargaarayno waa kuwa dhulka haddaan makanino oon dejinno salaada oogahay zakadana bixinayo macruufkana amraya munkarkana nahyinay ee ka waran isagoo ilaahay dhulkiisii ku dejiyey haddii intii midna aadan la iman ilaahay tamkiin hadduu ku siiyo oo dhulkii uu ku dejiyo oo aan lagugu dhibaynin haddana waxii lagu qeyday ee jawaabka u ahaa tamkiinta ee dadkaasi ay samaynayaan waa iqaamatu salaa salaaddii oo la oogo zakadii oo la bixiyo macruufkii oo la amro munkarkii oo la nahiyo weeyaan kuwa sidaa samaynaya kuwa aan u gargaarayna waa kuwa dhulka haddaan dejino sidaa samaynaya weeyaan ee sharciga ilaahay ku maamulaya ummadda walilaahi allayna u ahaatay caaqibatu lumuuri umuurta ciribteeda allay u sugnaatay
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض إلى أي وجه إلى أي وحوية وقوة المؤمنين تا وإذا كمل عملك صالحا لين ممكن يدجني لكن استخلافك وإن روح المؤمن كآخرة إيمانك عملك صالحا شرع إلى أن تطبقه إن لقى هلوية شرع على تطبيق هذا مركا هذا وحيد مدى تدكي اللي يرتاوين ويحكو يرتاوين نبجر ويجري تاشرع على قيب كمدها ودولد مركا مسلم أها وتطبيق غير اللي يغبها هي ويجرد لكن قيبتي عن نوال بشخص والبكيري إساق الله ربعنا وقبنك قيبتي لا بيعا وإن يكذبوك هديك بينيان فقد كجرد وحاب بيني زي قبلهم يظهر طوال قوم نوح نوع قردي سيئيو وعاد الرئي عادي وثمود بابين وتصليق نبي قال السابرسين طبعا خلافية قوم كيسا ايه بينيه يالي ليه هدي اقلوه بينيه خورايب انبياء يهروا اللوه بينيه جريه اسكا صبر هدي نبي يكو بينيين خورتا كوان خورتو دوحاد بينيه نوع قوم كيسا نبي نحوي بينيه رئي عاد نبي بينيه نبي الله درد نبي هو رئي ثمون نبي صالح بينيه وقوم ابراهيم إبراهيم قوم كيسين وين بيني النبي إبراهيم وقوم لوط لوط قوم كيسين وين بيني وأصحاب المدينة خير مدينة مدينة أصحاب تيسي أركوا عمر الشعيب يجون بيني وكذب موسى موسى نوال بيني ولاي سب نوال بيني الرق دي قلدي اللي أرنج ريا فرعون يلا لا وكي بيني خير بني إسرائيل لا يسلك ذينا فعمليت وان كرتيب ولاي للكافرين قالوا قالوا انت بينيسي رسوشوري وين كرتي ثم اخذته موان قبطي فكيف سيداره كان هذا النكير هبطل وبالسؤال قالوا رسوش بينيسي وين كرتي دب موان كقبطي ورطا عقابتي آن عقاب السيء هاي ماشا هذا مدنع هذا يسمينا دعن ممن معايا ممن معايا قل قيم الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفيته الرسول كجريه ظالم كي لأيه كرم كل سعدوه قبطه فكن ماي قال كل عبد الله قبطه إيا ظالم إلهك فكن ماي فكأي وعف ربنا من قرية قرية يعني أهلكناها هلاكنا والحال هي يضو ظالمة أيطان فهي يضو خاوية مدكو طعبية على عروشها سنقافية ذلك وبئر وكم من بئر عيال بضنا معطلة لعمل ترى وقصر صار بضنا مشيد الله كيول لبيري رب سبحانه وتعالى وعيه وحفر بضان أو قريوين يان هلاقنا من أهل قرية وحفر بضان أو قريوين إهل إيه أمد الجنيبة يان هلاقنا إيه وظالماء أو ظلم فشي يا ظلم يا فشي انتاع أقضانا يان هلاقنا كوف الرسول شايف الله دريد بينيسي دينا وحي كدل بعض تولدي سانقافية لابي وانتاها الله يسيدا يسجد دونتي رب سبحانه وتعالى وعيه عيل لها اللي يبضانا وواحكا نازمية وواحكا عبد الليلي ودرقي قاعد يجري لطرة وضئر المعطلة البضانا عيل لها اللي أولا عمل تري وانت بعد كثرة واردها والازدحان عليها عيلش اللي يسكوها يستجري يا ران قطي هنيا عب قيريا كعب مع عيل عمل الله وواحكا عبد الليلي تدكي كعب يجري ومدين اللي هلابين لكو وقصر البضانا مشيد ما حصر لك ديري قول لأدكيي رقي بيستي انتي اللي هلاقي اسكي قندود دي الظرم يصيروا ميين سعوني في الأرض داد كان كلكا قارب ميين هدوك سعوني بي كلكا صعب كاسي بين أبداه ونغنكا جرأهان ميين سعوني وداد دولك نحمر ماين عهد فكرنا ونغنكا وداد فكر كولو وصعوا ميين عهد إبن أبي الدنيا كتاب جيزة كتاب التفكر والاعتبار ليلة سأسوليه وفكرها روح وعين أسعب حتى عبدونا لا تهان ومال سيفت له لكن فكر كيسا سعام كراء فكر جوال وريه كراء وحفة ربنا إذا أنكروا ليه مهين سعنين وين أقول كماري وديما فتكون أيوها كاللهم إياها قلوب قلبية يعقلون بها أيوها أركيا يعقلون بها أيوها كفهمية مهين لها قلوب أيوها كفهمية أنو وما دي هي اللي رغي يا عبد الله يسوع شيء نيري اللي مر رغي أي أركها هيان أو كو أركها هيان أو أعلان بقى أنا أصل معنا يسمعون بها أي وحكم مغل بقى يكون مغليان أخبار تبدك تري
يسيري الله هلاقي ميون على هاي بيجي مواعيد كم غلي كل كيكوز الجرمان ميون على هاي فإنها قصار وحيتها لا تعمل أبصار من دون مين البيل من دون ما ترمن وحقوطنا عين من كان إن ترى الآن ما عندها إنه وحكارك ولكن تعمل قلوب قلوب ترى إن بيش الله تتاسو في الصدور لا بقصونا ليش المشكلة دوك الجرت وعلك نمك وحوي أركان وطلع وحوي كأركان وواكو ضرا وواي سعوان وواي اللغين أيان لكن وحي تفهم لأي الحق إن به قلب قام مقن لك عين البصر يا عين البصيرة جرتو إيش هذا ينام موقتا بصر كا وحاسويه وحي الأركا يا اللغو أركا تن بصيرة وقلب قام وحا معقول كا يلغو فهمه مدي مركل وحي يفهم لها نور كي قلبك مدك أساء كمقام سيدي زمان قلبك وشي نظيف بقات صبيل جدا كلك إن الله إنت معاصر وبغان هاي سوء قلبك ومدوانا يقولك دم الدم المقنع وحلا وعارك مجري دينا الروح كلا برانا عراقلون بما كانوا يكسبون وكيلاي قلبك هذا وحاد دبولي الدم كده وحي كسبني مركل معاصر يدين بقى قلبك اسكوها رينا يساء كل قاسو دين الدم ما قلنا يا واحد الله ما أركعي لكن بقى هذا مرايد مرايد آد مغيف أقها أبغى القاس أرتص وحكو أركميز وإسكو أركميز حديث إسلام مرايد دي ونيابة أقها وح يبدي أم حاجة دم إنتي ورد هذا وإسلام مرايد دي مرايد حاجة ولا دبطان إسكو ده وتمام إسكو أرك إسكو أركميز قلب وواساس وقلا هو حمرك قلبي يسوع مغيف يا واحد رم بأركعي marka dhaacadkiisu balan yihiin qalbigiisu waa iftiimo basiradaas uu ku arkayaa basiradaas uu wax ku arkayaa oo qalbigiisa muraayad u ah inna manka meesha ka dhinteen waxa ga basirada uu leeyahay meesha ay ka tuwaa ayna basira baabada oo tirtirantay xagan indhaha kale wax weeyo ka arkaan weeyaa bismillaahir rahmaanir rahiim قال تعالى ربي وحيري ويستعجلونك وحيكاد تجسنا يام بالعذاب عذابك ولن يخلف الله إلهين مبرين يوم قبيل يوعده يبوه إيسا وإن يوما مالما عند ربك ربي لأكتسى عليك ألف سنة كن سنة وكلوه يوم مما كي أتعدون عطر سنة إسان وكأي وحفر بغنه من قرية مغارئه الكيديان أمليت كرتي لها مغالبا والعالية هي ظالمة أيتها ثم أخذتها وأنقذتها وإلي أنا حق ينبوع هذا المصير مرجعي ميش اللي علم عشر كان عقب الله ونعيد أفرطا يتضوار من سورة الحج أيضا سبب نزول كل وقوعها من لولين جري نظر من الحارث وقال له وولين كمدا يا وحي الإلهي وحن أشيبه يادو حقيه عذاب نغسه دجي رسول كل مرك كده دجستين عذابك هذا أنا سود الإلهي سوى رسول الله الله يوحيري ويستعجلونك قالت وحكاية دجستين بالعذاب هو قالت من الحدين تي عذابها يا رسولك يا كتابك وإن كرساني وحكاية دجستين يعني عذابك هو كإلهين اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمر علينا حجارة من السماء ويتنا بعذاب أليم إله وردو وحن حق أكتاب كيمية بقح سمدا مجلس ودج ريدا وقالوا ربنا عجل لنا قبنا قبل يوم الحساب وحي إلى أبن ربي وغنب الموس ودج حساب عذاب كنجي بإنت عن معارضة قيامة للجاري كل عذاب كاسي كادة دج سنة ولن يخلف الله إلى أين مجمو بيولة يوعد ويبوز ربي سبحانه وتعالى وحي أوي يبوحي مرنا مدبرين أي أوعى من إقامة الساعة والانتقام من أعدائي ساعة مدى من أيسائنا إتايا أعدائي سنة وقعر قوصنا يدفع أعدائينا وكرامينا تاسم مدى استغمى لما وإن يوما مالنا عند ربك رب لأكتيسا هذا كألف سنة كن سنة وكروا يوم مما تعدون واحد إذن كترين أيسان رب مالك قيامة يبير الكيسة كورمه وحينا وحبب أدد الجسد من مالك قاسي ومعلم كم سنة أطلق موئدين كم معلمها آترين إيسان هل كان معلمة يوم القيامة اللي رأي ألف سنة تنبو أطلق ما وكم سنة وإنه هذا سنة لها أي مطرنا يوسو أطلق ما يا
مركا مالن كاسا كتم بيا ويا مركا إني يعني أو كوب ضدك قال أنا خمس أنا وحلا وكوب النار ضدك المؤمنين تا أنا لا فرداية عصو أرور تا هذا مؤمن كا إني في جيل الله لسه يو أكلين وكم قانس أكلوا عصو أرور تحديث بيوري بيوري مية إنه رسول بدي يدخل فقراء المسلمين الجنة ضدك المسلمين تا قيب طور فقراء وحنا عيسنتي جنة يجيل يان قبل الأغنياء ضدك أغنياء أخر طب بالنصف يوم من مال النسكة إن مالين مس كيف ببي جمعة أقوى هاي يا رجال قوانا حور واحد لقى حسابين يا واحد بدنا يا استن بيت قوة محل لقى حساب مالين كان مس كيف من هو يا رسول كله 500 عام شن بقول أصلا اللي قال كي مالين تكون سنة أقل جامته شن بقول أصلا فقراء ومركع يكسي هراينا يا وكأي واحد فرب بدنا من قرية المجالة يعني مليت كرت لها مجالدي والحال هي إياه الظالمة ميتا ثم أخذتها وان قبت ويري يعني حقا يرمونا على المصير ميش مرجع الله المقام قوة وحينا وحدة عذاب كودة الجسمين وحفر البضان بأن مجاليين يدد الجنائين يان كرتي اندب بي إياه الظالمة هذا المجال الله عبر الوحس اللي وجه لمجاز الحدث بها كجره داد كيد الجنائيان كرتي إياه الظالمين وان عذاب كيد بي هذا هو أن قبطي ودب أن قبطي ماذا نرجع لسوء علينا هيانا هي حسابتنا وعني حق يقول لهي قلوا حاطر أغياء أيها الناس وضروا إنما أنا عنيب لكم مدينك النبي المدي هيانا هي مبين الودي بديسوا يا عبها رسولك مركا يكبر البغين قاربي أذابك يكد الدجستين وعاد كبه هذا اللي يردبوا أنا مدي بيهم بانا كلي إنما أرسلني الله إليكم نذيرا وإلهي يوسف كين درينا ندين ديغو يعني إذا حسابتا إذا كمد معها هنا العذاب إذن كو سودة جيو إلهي عبدو دورنا إساء العذاب كو يدين سودة جينا عبدو دورنا ويدب نغيا واصلا معنا فالذين كو آمنوا الرميي وعملوا الصالحات أعماشا ونكسن فرق لهم وحاوصوا ناري مغفرة دمبتا فيه ورزق رزق وكريم ونكسن ضدكوا الله هنا كل كان نبي أدبو كوية الدينين تقاطعوا الرمية قلوب طوبي أي رميسة أعماش صالحة أي مفار كوة وحاوسوا الدنبباف إلى هاي وضعفة لما سلف من سيئاتي وحي هرقب أي ذنوب توداها وحاكورا أوسوا ورزق كريم أجر وناكسا وإن لغو أواليوه هي حسنات قوضي مرقابي حمان هانا لغا طافو وحي وناكا هانا لغو أواليوه جماعة قلبين ليباني وكوة قاطع والذين كوة سعوا سعودي في آياتنا في إبطال آياتنا آياتنا نجبرين تولكوه السعودي معاجزين حاليين كوة بدك وحسينية أولئك كوة سي أصحاب الجحيم الجحيم كوة الله صاحب سون إلهي وحور كوة السعودي آياتنا نجبرين البريان الكهري مادة إيهو يليب بدك وحسينية معاجزين مفضلين الناس عن مطابعة الرسول إيهو بدك كوة حسينية رسول غينا الرعان الكهر تاغن بدك أولئك قوة أصحاب الجحيم وقوة جحيم الله صاحب سنارتا آب أكله أي الله صاحب سيئين اللازم سيئين وما أرسلنا ما نعبر من قبل كعبه ارتا من رسول رسول ما نعبر ولا نبي النبي ما نعبر إلا إذا ألقى الشيطان إلا إذا تمنى مرق رسول جعلابه ألقى الشيطان الشيطان بكتوره في أمنيتي وحاو جعلابه بحديث فينصح الله إلهي الزولين يا ما يلقي الشيطان الشيطان وحطوره ثم يحكم الله الله وحصوه يا آياته والله إلهينا عليم أن لأقوى يحكمنا فالصوبة آيات تفسير كذا أحاديث فربوان أوكال الدوان باقصوا عرافة قصة وقصة الغرانيق لإلهينا إن فربوان ومنفسرين تعيان ناشاً كشاهد إما عباس وحوليه رسوله عليه الصلاة والسلام آدو حوجة على طلبا قريشة إنا إسلاما مركي آدو فقادين إسلامي وإينا بل وحا يدون إياه وحا كمدا إنو إلهي أسود الجيو بل إنا يحق الرعام رسولك عليه الصلاة والسلام آدو الجعلا إنا رسولك يصبع رمتا عن مفهان كشة كينا إياه وحا يجعلين إني معاكو بهاي أسود يا حبيب بيو النجم أخرين يا رسول قلت دينا مريو أفرأيتم الله والعزة ومعنى الثالثة الأخرى أصنام طوضي إلهي كورمي
والكور من سرم كالات يعزى يمناتا ومبا هلكا وحو يري نفتي سر رسول هو يكون رود مر يوم شيطان سو دخغري تلك الغرانيق العلا وان شفاعه من لتوجا ملك سو غري تاس واقو ونكسن او سر او ميل سر جو اسنامتي مركا مقونايسا ارغري ونو لهجين يا اني ارغيه كل كاسي دي ما فرحين ابي سجود لباتين oo ay maanta wiliya maarana ka fiican tahay maana arag bay dheero ilaahiyada nabi baad maanta maanta marka kolkii waa laga suuriyo waa laga dhaxdhixiyo wax waswaas inuu aha ya xagga rabbi ka tanay arbi wixii la suuriyo ibn abbas sidaas u isagu yiri laakiin mufassirintu waxay leeyihiin wama arsalna maana dirin min qablaka ali horta min rasuul rasuul maana dirin walaa nabiyyi nabina maana dirin إلا إذا تمنى رسولكم مركو وحج علاه أو تمنية يعني في أمتي ألي دايت أمتي سمركو هنون لج علاه ألقى الشيطان والشيطان با كتورة هي الوساوسة وسواسيال بكتورة هي في أمنيتي رسولكم وحا يتمنية خير كهاء والله دون عبادك يوسواس بحقلني ورسولكم عليه الصلاة والسلام إنه لا يغام على قلبي واحد لأن فأستغفر الله في اليوم 70 مرة مركه وحوي كسوريده هي كل كوي يسوريده شيطان كوي وسوسه وكيننا فينصح الله إلهي وزولينه ما يلقى شيطان شيطان كوي خطورة وحو شيطان كيني ماشي إلهي وكبحين يا وزولينه ثم يحكم الله إلهي وصغى يا آياتي آيات يسو دي مرة بصغى يا آيات كحق إلهي وصغى يا بصغى يا والله إلهي عليم قال له أقوي يا وح والبا وعلمي سوء يا حادي يا وح والبا حكيم وحكمة برد محا شيطان كان وسوسة ديسة لو تورايا ليجعل إنه يا رب راد ما يلقي الشيطان الشيطان وح وطورايا إنه إلهي أغيالا فتنة فتنة أغيالا للذين قوة في قلوبهم قلبيال قولا مرم من جرع يكسوانتا يا والقاسية كوي إن جكت قلوبهم قلبيال قولا waxaa waxaa loogu soo dhaxturaya in ilaahay ku fitneeyo kuwa qalbigooda oo nifaaq ku jiro oo shaydaanka waxa uu soo tuurahay inuu ilaahay ku fitneeyo liyajcala lana alla yeelo maa yulqi shaydaanu shaydaan waxa uu tuurayo fitnatan fitna inuu uga yeelo liladiina kuwi fii quluubihim qalbiyaalkooda maro min jira ay ku suganta nifaaq iyo shak kuwa qalbigooda uu ku jiro inay kusii fogaadaan iyo walqaasiyata quluubuhum قلبيال كل كو انجلتي وجعل انه كير فتنه للقاسيه قلوبهم قلوب تو كو انجلتي غالبا انا انه رب فتنه كغدغ وان ظالمين ظالمين تنا وفي شقاق بين كسويهم بابي وبعيد الفوق بابي يا خلاف حق اد ادو فغيين بين كسويهم يا ولي علم لي جعل لي كو عفنتا ان الشيطان هو وطور يا ودك غالبا الله كو فتنيو يا ولي يعلم إني أبادان الذين كوا وطل علم علم يلسيه أنه القرآن كو الحق حق إنيه من ربك حق ربك كاها سيغوك لإن يبدك علم إلهي سيه المؤمنين تأي أبادان قرآن كان يشي حق أو حق ربك إنيه وشكيون كجل ودينا فيؤمن أي رميان به بالقرآن قرآن كامرك أي رميان فتخبط أي أخذ له لو القرآن كقلوبهم قلوب طبع وخضر تدكى المؤمنين علم جلسية قرآن كان حق حق ربي وتكيم دنيا هنا الرمية قلوب طبعنا مركع يخش علاه هيخض له وإن الله إلهي لهادي الذين كل مدحنونين يوي يا آمنوهم يوي بلا صراط جد بكوهنونين يا مستقيم وطوصا رب سبحانه وتعالى هذا العرب وكله إلهي وكوهنونين يا بدكى المؤمنين وتتوصم بكهنم في الدنيا والآخرة وبلقاد ويل الدنيا ذا إلهي وحقوها من حق إيا الرائم تيسا ونوافجنا يا وضبع حق عباب الكيني كيف قادانا يكبه رعوا نوافج آخرنا صراط المستقيم كا في قارسين يجزمد الدرجات كيف كهنم عذاب كان يكف قيني ولا يزال الذين كوي كزول ما يان كفروا قالوا في مرية شكين كيسوا غيهين منهم من القرآن القرآن كان حقيس إلهي وحده كوه قالبي كما بالزور أيام قرآن كان يكشك سنين أو شك أو كليب جلو بلا قرم حتى تأتيهم الساعة
قيامة أنت يا كتم هذا بغضة سكر سعوات هذا أي يأتي وما موكيم هذا عذاب يوم المال عذاب كل عقيم من بليس كل الدوب كالتلي ولي سيدا عمري وش كسيني من قرآنك إلى ساعة وعي كتب أما مال في قيامة أنت قيم وإذا قيم كم ده وعي بهن حتى تأتي وما ساعة ساعة أنت يا كتم من بغضة سكر سعوات كشك سام ويقول القرآن كي ينكر سام وما ساعة كل من طنطا أي يأتيهم أبي مادة عذاب يوم المال عذاب كو عقيم من بليس أو واح خير قارة وعمل عاية مال كان من بليس كنا يوم البدر من بيبه المفسرين تقايب كمك وقارة حق يقول من بليس بكاء هاي هذا هو الغب معروه ورق المرح دولي ويسير دي السنة الدين دولي ويكون كالاقا قرأ لكن تفسيرك علماء يعيب بليه مال كان عقيم كي من بليس كي ويوم القيامة وحنا من بليس ليه ليس بعد اليوم وح مالنا وقدم بيه مجري ومالك جدا به مالك مالك خاص يعني مالك والمالك بقى اللي انكتم بيسوما ومالك اكتم بيروح ويساق وطلعي وكروي لكن مالك تقيامة وح مالك وكتم بي مجل تساسا عقيم لي الملك ملك يبقرتوية يوم اذا مالك تقيامة لله يقال اصوك ماضي يحكم بينهم الى هنا وكلا حكم ايا الى هاي وحور الملك مالك تقيامة ويساقهم بقى اسكال الى هاي بقى اسكال إلى أنا كلا حكومة ينطبق كل كهدا الدنيا اللي بيسوي لها ما يوم ما يدين بالي ما لم تعقي يا ملا الملك يوم ما يدين لله ما لم تعقي يا ملا الملك إلى هاي بعد الدنيا ده هيستجع عليها لكن ما لم تع سيد الملك يوم الدين وقل ما لم تعقي يا ملا الله يسحب اللي هي ملك اسمه اللي الدنيا ده هيستجع ملك اسمه الملك يوم ما يدين الحق للرحمن ملك يوم ما لم تعقي يا ملا إلى هاي بأسق مع الله الرحمن كانوا كان يوما على الكافرين عسيرا وحن ملك يسجع على معلم تقيامة على الله وصغي معلم تعني وحشي غري مجر إلهي سبحانه وتعالى وعورنا يا لمن الملك اليوم ومعلم تقيا ملك يسكال ومن بعورنا كرا أنا معلم مدحوينة أو بقرة ويت معلم تعني الناس إلا ما تهكره لكن هذا من والبا حتى أنا مدحوينة هي بقرة هي يجيب إلى رجل البوح ولا الشي غري ومن والبوح دعنا إليه معلم تامركي ليسوي نادا لارك دوما منك وحاء مرك لمن الملك اليوم مرك لهي الملك يا اسكار مانتا لله الواحد القهار من يا رب اسكار مانتا وعكر على كرم الجل ملك يا هو اسكار مانتا يحكم بينهم الى اين وقال حكم يا خلائق ضدك والله في الذين كوا امنوهم ويجي وعملوا الصالحات اعمالك ونكسرنا فرق في جنة النعيم لكسوين بدك إيمانك يا عملك صالح علي الدبل أرتوا قال الإيمان كله هنا الجماعة أي اللي يجي ليني ما والله عملوا صالحات بتوسعت كل يوم يجي إيمانك الله جهلك عمل الصالح أنا اللي يمين بحكوس وينين جماعة جماعة كجماعة النعيم اللي يراه أو جنة دائما ورجع أنزور إنهم تمانين وحنا عن اللي جاي والذين هو كفروا قالوا لي وكذبوا بيني بآياتنا عيدا عنك كوا قلوب تابي حق الجحد ذي آيبه مجين الدينية فورائك كوا اللهم حاوصه بناره عذاب عذاب المهين المهانين مقابلة استكبارين كلا بيت تكبرين وآيبها الدينيين إذن عذابك إهانين باوصه والذين كوا يهاجروا هجروذي في سبيل الله دينة إلهي كريال الكريال يرباه إلهي بلب كيسا كوا يهجروذي ثم قتلوا لله أو ما طعم بنتي ليزقنهم الله ألا وحكوا أرزقه رزقا رزقا حسنا ونكسب رب سبحانه وتعالى عقوى رمي عدده هجروذي موكي يديقان مدودي كبعي كعرري يلو ربها إلهي بالبيا وضمدودي إيه اللذي بي كتبين إيه ضدكي أصحاب طولها مجالين كل يحيون فارقين دين كإلهي وقرقاري ديس مركز أعطانا ولي والقلية يجهاد يلو دين كإلهي وتقالمك أنا قرية إلهي كل من تامو من غير قتالي كل ما هدي اللي يجروه وإيمان في روح يعمل في صالحة اللي يمهده هدو الجهاد فوق انتنا والدرجة سارة هدو قولي إيسا اسكذاك انتنا هتمر والبجمع أصغ مات لوضي الله وإسرائيو والذين هاجروا وركوه هجروه في سبيل الله الدين تيراه يطلب كان يقرية الكيه هجروه ثم قتلوا وان لله والجهاد فوق انتنا أو ما طعنا وإيسا اسكذاك انتنا وليه هو فوق انتنا لا يرزقنهم الله وألا وأرزقه يا رزقا رزقه حسنا ونعكسا رزقه ونعكسا بإلهي كو أرزقه يا رزقه يا وقعب علينا يا وعجمده
وإن الله إلهينا اللي هو يسوى خير الرازقين كوه أرزقا كو خير بدنه رب سبحانه وتعالى وحوه كوه أرزقا كو خير بدنه يا إلهي مرك رب سبحانه وتعالى وحلوه يا إلهي حاصار وترسول قولي من مات مرابدا أجر الله عليه مثل ذلك الأجر وأجر عليه الرزق مرك الروح عبده يسوى جهاد كجرة أما يسوى أدي يارسل أما فنقر فطي أوب من طبع أجر يا إلهي ثوابك المهير إياه لا يدخلنهم الله وحقلين إياه مدخلا ما يلا قلعوا يربونه أي كرامبيين وإن الله إلهي العليم اللوب ويحليم وتلقاته ربي سبحانه وتعالى بكى وحقل ما لا كرامب النقوان ما لا عين رأت ولا يدن سمعت ولا خبر على قلب بشر برسول الله عليه الصلاة والسلام تدقى واحد الله يهيه إياه ووحينا إلى أرق وحبا إلى أين أنت أرقت أين سفين كريم وإن كور رمي كريم بجمع أين مقال روح قلبي بشرا عن كسو إع كريم ده وحوين وي ذلك كاسي الأمر وي وحا الله يدين كشيكي ووحا سعان إين شاكمي ومن عاقب منك إقاضي الدقالما بمثل ما كيوك عوقب به إساق اللغولة الدقالما ثم بقية عليه الله ظلمه لا ينصرنه الله ألا وأجر جاري إن الله إلهي لعفو ألا عفو بلهم ويغفور بعفو بلهم أيضا وحي كسو الدكتي قول المسلمين وبشا محرم كسوها يا قول صوى يا رطينا بلا تيام طمعي مركز رسولك عليه الصلاة والسلام ما يقبؤمنين تي قول المؤمنين تعيد الله صوى يا رأي يا وحي إلهي وحبش محرم أشهر الحرم كي كمتها أرمان قولوا أنا هدي عين مسكت دفاعنا لبدا على لنا أرمو بيل إنا جيجي ماتا أركو قولوا ميل دقن بي عين نوال ليلي ما يقرأ سريو إلى عراء رسول قدر بي عين نوال ابن الجريل إيا بسال قد أحصوص عريا قولوا إلى عراء رسول قدر إنا يا عين ديبا قولوا قالوا إلا كل ما يندش محرم وإسكت عريا المسلمين تي وبل إشاش الحرمة قصوا أنا عم لبدا على لنا ويدي لين قالوا بي بيال ميان وحكالة مركز انتي سوى رين بي ظلمين مسلمين تينا مركز اسكت دفاعين اربي وليا قماتي اللعين تي يو وبقى يو يمادين ويسلا بيش محرم بعد دقاشين ارمو ذنب يو حد قطع عليه بغد عايد سود دكتيد ذلك كاسي علامه شعني عن بين كاكسين اللي بي قصصنا عن كاكسين وي ارنك عن كاكسين وكاهر مركز ذلك كاس الامر وي اللي بي كاسو قصص ما هو عنك تستمع ووحي هو ومن عاقب منك عقابة بمثل ما كيو قلو عقابة عقيد بي إساء لغو عقابة منك دقالما ويأسد اللو رب دقالما يوكال قد دقالما إساء انت اللو صوبي يرى رئيس مد دقالما ثم بقية عليه اللو ظلمي إساء اللو صوبي المي اللو صوبي يرى رئيس ما استفاء لينصرنا الله إلهي وقرقاري قولوا إلهي وأقرقائي إلهي بأوه إلينا إبر بيكان بيكان طلبا مالنتا إيهو إيهو المسلمين والصرياح إلهي لا إله وبلن قائل إلا ينصرنا الله ونقرقائي نابر قولوا على ظلمي إن الله إلهينا لعفود اللعف بدنه يغفور وضعف الدوام ذلك قرقائي كاسي وقصه النار بأن الله بسواب أن الله إلهي يولجو الليلة هذينك أيو قلين إياه في النهار مالنك ويولجو النهار مالنك أنه قلين إياه في الليلة هذينك وأن الله إلهي سميعنا الله مغلو يبصير وحوى البنارك ذلك الجرجار كاسو حقصه النار بأن الله على كل شيء قدير ساسا كاك بغانتا إلهي قلو يبقى جرجار وحوى البيلهي مؤوذة إلهي أول ديسان وحاد كو قرم هبين كو إلهي مارنك قلنية مارنك نبين كو قلنية كل من متكوب ما إن لقد جرياك كرا انت لغو الزيادينية أول ديسان تاسي الله اكتا marka uu ugu gargaaro qowa kuwi gaalada ahaana la qaro oo la baabdiyo iyay uu awooday wey macno dalika gargaarka uu gargaaray wuxuu ku suugnaaday baan allah ilaahay yiri julay ilaahay ku galin fi nahaar maalin wuu yiri jun nahaar maalin kana wuxuu bix galin fi leyl habeen wa anna allah ilaahay samiicuna allah maqla weeyo basiruna wa huwa albaar dalika kaas uu ku suugnaaday ilaahay awoodiisu inta ay u leegtahay بأن الله إلهي هو يسوى الحق متك ثابت كأسوه إله حق مضمين إن غير كيل لعابده السلم ويهن وحك رمضان إلا عابده ونجل وإسوى سوى حيوه ذو السلطان العظيم ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وكل شيء فقير إليه وحرطونا مباعها وحرطونا مباعها مخلوق وطنة يسوى إباهنه
قد قدن عنده أو مخلوق قدن عنده أبي الله وأن ما يدعون وحي عابد يهن من دونه الله غير كيا هو يسوى الباطل باطل وحي الله كسوى حرد عابد يهن وأصنام يا أوثان تن وباطل كل ما عبد من دونه فهو باطل فحكستو إله غير كيا عابد وباطل وأن الله إله هو يسوى العلي الله سريه الكبير ويقوي رب سبحانه وتعالى والله سريه وينه خلق ليس أطن الله يكسبه من تحت قهري السلام مع الله يسأل قهري سيكوه سجران لا أعظم منه يحكي من الجر ولا أعلى منه وأكسر رياله من الجر ولا أكبر منه ألم ترى مواذا نوين أن الله إلهي أنزل إنه تجيه من السماء السماء ما أن بيوكسه تجيه فتصبح الأرض أرض الدماء ياها مخضرة من عقارا إن الله إلهي لطيف وخبير ومن الدلالة على قدرة وعظيم السلطان حيارة الصنعية إلى أيوب جيسو أنت إلا إلتهي سلطانة دي سوين كيب يا رب وعي الموادن وعي إن إلهي سمد بيك سودجي بيه ملك سودجي إيجا فتصبح الأرض مخضرة أرضه وحي نقطه مد عقارا الكفارة وتعقيد بل إلى هذا وتعقيد كل شيء بحسبه من الله إلى هذا وهذا معناها أما الله أنزل من السماء ما إلى السماء بيجي كسود دي إسلام مر كيرا فتصبح الأرض مخضرة أرض الوحيانة زامد على الأرض حتى مصيبة بيخوف كيو دائم بأرض الوحيانة سنوك تميسا ما المال الجوغي فما ما المال الجوغي قول قول مانتا خوف مركو ما أنت الدعوة قال إسلام ما أنت أو ما أنت كده ميزا على الأرض مقوم ما يسو شيء والبوح الله الدورة اللي بيحسر إليه يفاد هذا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة ملغة مركو إلى إليه مطفدة عن قوفتي من ذاهي يعني قدقنا علاقه حجربا قدقنا فخلقنا العلاقة ملغة حيالينا وحن قدقنا ملغة عد إسلا قول كيو ما لا قدقه ما هي مصوصته يأدي الله وحي عبدين أفرطنا أفرطنا لأينا إيه بحيسري عبدين يساوي مالك التعقيل كاسوا بحيسري له إلهي وحاوصوا ما في السماوات سماوات وحاقصوا وما في الأرض أرضا وحاقصوا وإن الله إلهي له يساوي الغني الله كافتون وي الحميد إلا مهدي رب سبحانه وتعالى سماوات يا الله وحا قصوا أن إساقا إسكال إساقا ملكسل إساقا أبورتي إساقا معمولي إلهي وغني غني أما سواه ويحي كسو هاري وضعه كافتون لي وكل شيء فقير إليه وحو البنى إساقا أباني وعضومه إساقا أباني ألم ترى مياه نبي أن الله إلهي أنزل إنه أن الله إلهي سخر لكم إنه إذن سهل ما في الأرض الله واحد قصوا إلهي وحوري مواد نوين شخص وهو والبوضة إنه إلهي إذن سهل واحد أرضوا قصوا نطق فكرتان واحد أرضوا قصوا نسيد هذا مخلوق سهل بطق طو حيوان كعبين مقط وياله جمادات كأها باره مريه واحد البطق كي واللو سهل إياه إلا الله ترقرين يكون انتفاع عام والفلك وسخر لكم الله وبدين سهل الفلك الدنيا تجري حال على الدريريس بأمر لألا أمر كيس أي كدريري إذا هو بدين سهل الدنيا هو أول يبقى آد أعو العلص سيدا أقوش هاي مع طراب من الأمواج هرير كبابد يبقى ساعي صدنا رباحة يبقى إسقال يا هبنا وحي للدريريان سيدا أبابك يبقى سارا محاقب بها سيدا وحي دابك يكون انتفاع يبقى كررتين سارية بريح طيبة طبعاً دلع سنة صدع أوضع وسكات سنة أوضع دي مركلة ساعة يسقط مربع حبيبه هرير كاسي انت يسليني ما دام عيس مربع حان مالا جران العرق ماي إلا مبا إدين سهلين إلا أمر كيس يكون دريري سادون نداس فهو عارين كلاقب ويمسكو السماء الصحيح وان إلهي إساقا حي أن تقع اللي الله تقع إنا ينبعين على الأرض تلك إنا كسوا بعين إلا بإذن يسلق إلا نجيسم يا إركن هيا وحين تلاقي إلا يكرهي سيلا ماي هركن انا هيو الهي انا صوت انا قلقا انا كصوت ان مام قاعده الا اله الا كيس مويين صوت ان ماي صحابي صوت عدنا هلك ما في الارض الجميع وح الله وح الله كصبنا ودم وهلاك سمي لكن من لطفه ورحمته الله من حريستي سي ان دمريدي سي اوي ديسا يو هيا سمدا او هلكه كو هيا من غير امد وحتير وحتير تير ما درقتا أنت يرى الجريه الله بيسعي، يا كل الله بيسعي هذا أنت سوتي لو تاني يا سود مني أود إلى هذاز، من لو إبرقات لو بعير، وود إلى هذا لو قرط، إن الله إلهي بالناس بذكر
لرؤوف من الدبرين وهي رحيم ونحرسنك رب سبحانه وتعالى تبكى ونحرسنك مع ظلمهم إيه ظلم ولد جوكس الآن تأكجره يهضنا ونحرسنك وهو إلهي الذي الله هو أحياكم من النولية ثم يميتكم من الدلية ثم يحييكم من النار إلهي مركوه إسهل إذا النولية انت إذا وحضا أهين انت العنقوف أهين تبغي إلهي إذا النولية روح إذا انجلي ثم يميتكم هذا إيه هو من الدلية بعد انتهاي أجالكم مركي أجال شيني عمريين أعطما يسطانا إلهي هو إذا انجلي ثم يحييكم هذا هو إذا انصرنا علينا وقت الله ترقل markii uu la gaadana waa bacfiye ilaahay mar dambe uu soo noore fuma ilayisa xaqiisa turjucuna laydiin cil markaas isaga alle xaqiisa laydiin soo celin hayaayo inuu idan xisaabiyo innal insaana insaanku la kafur mid gaalnimo badan uu yimid isaga saaqa hadaa insaanku waa mid gaalnimo badan oo isaga soo waxba ahayn la abuuray ee hadana la dil ee hadana la soo celin hadana waa uu kirsan yahay ilaahay mad walba جعلنا وحانو يلا من سكن شرعه هم يلا الناس يكوها يكو عبادي سنيا فلا ينازعنك يلا كبولة دول مضي في الأمر طلبا يلا كبولة دول قالوا إلا يحور المضي وحانو يلا وحي كو عبادي سنيا ابن عباس يقول لكل أمة من سكن أي شريعة شريعة قار أو أيام يلا وهم يلا الناس يكوها يكو عبادي سنيا شريعة يلا اللي سودجيه يكو عبادي سنيا فلا ينازعنك يركو ولد في الامر ارن قاعد انت قايسو يا امه وحنا فرايسه وحنا كنا وينيسو وينا قالوا لك ولد دودي وادعوا الى ربك ربك انا اقول لك ربك ابدك اقول لك ربك انك عدو على هدى هم بعد قصه انت مستقيم انت وصان وبعد هو واضح عن قرصان المقصود هي ماشي وانا سند جارسين يسال هيسال وين جادلوك هذا كبر كبر دوران قالوا ارن كانت كجرته فقولوا حاطر على الله إلهي إذا أعلمه بما تعملون وحد عمل فليسا أبيك ورد دولان أرن كاغا ويدود كله ذي مدى وحاطر على وحد بابر كير عمل فليسا إيا سنان تاد عادل إسان إلهي لو أنا وعيد يقول دي درم باقو الصلاة كل دو إلهي إذن أبي هينا أبي سنع إذن كحساب موي الله إلهي يحكمه كرحكم إياه بينكم بحذن يوم القيامة ما علمت قيامة إلهي إذا كرحكم فيما شيء كنتم على هيدين فيه بعيسى تختلفون مع الله إلهي لا يحكم بينكم بحذنك لحكم إلهي ما يسعي ساعة إذنك يقاربا إسايا إلهي إذنك لحكم يوم القيامة فيما شيء إذن هو كالحكم كنتم على هيدين فيه بعيسى تختلفون هو إسكن قرمر بعد إسكن قرمر سنيدين إسكن ديدنيدين من المحق ومن المقبل يا محق وحق الكتاب يا سمقبل إسايا إذنك لحكم يومنك مقبل أهانا دي في النار بقى اللي هو حكومة إياه ممكن محق هاي حق كنت أجنانا جمع ذا اللي قلني ألم تعلم إياه ذا نوين أن الله إلهي يعلم إن أبيه ما في السماء السماء وحا قصوا إياه والأرض أرض وحا قصوا ما بيقول إله إلا الله مياه ذا نوين إن إلهي أبيه سماء أرض وحا قصوا فأنا أكوى رمع عن كمال علم بخلقه علمي إله سؤال ما يستريني خلقي يسا وأبيه وأنه محيط بما في السماوات والأرض صلوات يا الله وحق الصبر ربنا إلهين وعريريه فلا يعزل عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء إلهي كما قرصونا صمدي أرمضة ذرة وزن كيد وحق الله يبقى قرصون مجلو إن ذلك كاسب مخلوق أعطان في كتاب بكسوين كتاب الله المحفوظ كل إذا روح ربنا كقرين إن ذلك كاسبنا على الله أن كركيسة يصير متسهلون إن يهي أقابل مخلوق أعطان كليات كيسة جزئيات كيسة يقابل الله يسهل أنت حديث سنة فقصوا رسولك عليه الصلاة والسلام يقول أول ما خلق الله القلم الله وقع وروح ووري قلم قوعة قلمك قال الله إلهي يقول اكتب قرب وحقر مارك قلم كنا يقول يا رب وما اكتب محام قرع يقول إلهي اكتب قرب ما هو كائن وحق الله وحي أهان دون وطن وحق الله وحي أهان دون قرب إلهي فجر القلم بما هو كائن من الله يوم القيامة الحديث صحيح وح الله وحي نعي يوحي أهان دون أطمن يقالن في كدر سواء صلى الله أخر فك وحو البقرية تقول وحو البقرية يحوي ناس كفض هيدي صد وحب مريسو يوحو البقرية هاي فحلاء هاي سرة فعادل ويعبدون وحي عابدون من دون الله يلا غيركي
ما شيء عابد لم ينزل إلهي ونكسو بجن به ماذا سلطانا وح دليل وما شيء ليس ونغسقنا لهم يدع علم وحقونا وما لظالمين ظالمين ونغسقنا من نصير وحقر جاري رب سبحانه وتعالى وحكوه رمي قالبا جهل يكسو به من تليه يوحنا عابد يانا اللغي كيه وح دليل يوح جاء يوحي وحيستاني من الجرين تقليد آضيال قوضم أي راعيا قلو بكور ريسي هنا إسكار راعيا يقول واحد دليل أن هسن إلهي يقول وحي عابيا إلهي غيك واحد دليل أو هو إلهي كسوة الجنة ما لم ينزل به سلطان وما ليس لهم وقع أغسق ما من إياد به شيء علم وحقه وحينا علم أرهان يا عابيا يا ملاي وما لذالم هنا ظالمين تنغسق ما من نصير من أقر قارة مركو عذابك إلهي كدبه من عذابك أقر قارة مجره وإلا تطلع مركي الأخرية عليهم كركوض آياتنا آياتها ماذا مركي اللي قدوا الأخرية بينات حاليا آياته هو والغة عطعط مركي آياتك إلهي القرآن اللي قدوا الأخرية الدليل إيه حجورين كمركي اللي قدوا الأخرية يكا تعرف واحد قرم في وجوه الذين كوي وجيال كوي كفروا قالوا المنكر إنكر بدك قرم يضع إنكر سب آيات القرآن اللي قدوا الأخرية فدولوا آيات ضد قالة أهلا الله الله يه هذا ولا تطلع عليهم آيات كلا مرت بدك على غض الله قريه آيات كاسو بينات إذا تطلع عليهم آياتنا بينات آيات عنا واحد مرت لغض الله قريه تعرفوا حتى جرم في وجوه الذين في وجيال قل كفروا قل المنكر إنكر يبغى إنكر سن آيات عنا غض الله قريه التحدي خوف المؤمن كآية إيمانك شيئين إذا مرت آيات إلى النبوة يعني isaba xumaan ku jira aayad ilaahay loo sheego oo in kiro oo wajiga oo tubo oo uu isbeddelo oo dhowr waxba jeesa halka garmayna nala dhaaf tu dhowr qolaan jamaacada daawada tabliiga yaa dadka moogtay xub ugu haya dadka qayb noqolkii xaq loo sheego ee aayadaha lagu koraqayo oo iska u gaysan iyo waa dad wanaagsan dad noqolkii aayadaha saa aayadka loogu dul aqriyo wajigay tubi oo way jeedjeedsan haddayna hadalla kii hadal xoraan ku hadlin baabaroon kii galana waxaa laga yaabaa hadal xoro faaxisha inuu ku hadlo marka halkaasi mari bal dhowr hadda wuxuu ilaahay yidhi yakaaduuna waxay u dhow yihiinba yasduuna inay ku boodaan biladiina kuwa yatluuna ku akrinaya calayhim korkooda aayaatina aayadaha nag inay ku boodaan baaba laga yaabo ee qabtaan yasduuna bimacnaa yabdishuuna inay wuxuu ku qabtaan ay armagala kortag waxaad sheegaysa iyo waxaad akhriyaysa in babaro laga yaabo inay mu'miniin yihiin oo hadda ahlu iimaan bay yihiin yaa laga yaabaa haddii aayadaha lagu dul aqriyo inuuba dad inuu la dagaalamo oo uu qabto marka ruuxaas khatar bu ku jiraa waa calaamad dadka gaalada ahan lagu sheego qul waxaa tiraahdaa afawnabbi'ukum ma idinka warrama bisharin wax ka shar badan min daalikum kiina ruuxaad samaynaysaan waxay idiin ka shar badan aayadahan annagu ina gudul akrinay ee xaqa aan idiin sheegayno waxba idan ma yeelayaani wax ka daran ma idiin sheegnaa hawl amaar naar uu wax ka daran naar baad gelisaan waxaa ka daran waxaa weeye naar baad geli doontaan annaga idiin sheegay ilaahay wacadaha ilaahay wuxuu yahay naarta allahu ilaahay alladiina kuwa kafaruu gaalo kuwa gaalada naarta loo yabo وبيس حماية المصير ورقوه ميش مرجع يا ميش قلنا قوني اللي علم ميش حما إنها صاعد مستقرة ومقامة وكيلي ما يلو بحصل الله يا هرسدي ما يلو هرسدي إيه ما يلو نجال من أغفع يعني مدى البوية حمتع يا أيها الناس ضدوا لرد الله على يالي مثل أن تصالع يا الله يالي فاستمعوا له بل تصالع هذا جيست تبكي من أهل الله تطلعوا تبكي الله على سؤاله كم من متي ilaahay wuxuu yihi tusaalaan kaay bal tusaalaha u dheg raariciya yaa ayuha naasu dadow duriba masalu tusaalaa la yeelay oo tusaala cad baa la keenay fastamicinahu tusaalaha dhegeysta u dhow dheg raariciya ilaahay haddaba naaska ilaahay la hadlaya yaa ayuha naasu lilay waa idinkan dad karow waa wareymada inuu dadka lilay dhegeysta balaan dhegeysanna ilaahay wuxuu yihi ina alladiina kuwa tadcuuna aad caabudaysaan min duuni illaahi alla keyrkii lan yakhluquu ma abuurayaan dibaaban hal baksi ah ولو اجتمعوا على أكلمان له اللي خلقه أبو رديسي وحاد عابد إسان إلهي ربي سوى طبعا هل تخصي أما أبو ركرا وحيدها غير بحال تخصي أبو ركرا مجرد
كعرض واحد سامي واحد مير وبمرة نبض واحد بين تكنولوجيا بن جامع هرمر بن جامع ثقافة بن جامع حلا عرب أروق على روح عبورة روح ما هل تحسه ما كنت تحسه الله صفات الحقارتي يقول السغيري هي يعني والكثرتي بعض كان عارفين السجع أنك يجي حتى كبر طيء فرد بيدي زي حقارتي زي أبغى هل بدأ كعب ما أقول كرنا بي هاك واحد عبدي هذا ورود كما علم هلا الراحي السبودي جميدان وإن يسلوبهم عبدو كلا على الدلاب الدخصيد على سبدو قصر بي شيئا شيئا لا يستنبيوه كما فاكين أيان منه يساد وحاكا قاعدين أبولين ديو جهتو وحكا عرق نسو هدن كرام بلاي كونا عبدية مرقو حيسانين جرين وحيكوب ريب جرين موكتا وحان وقرية إيا بلاحية يحل السمية إيك يونك دخصيد الوحلوه إيا وحان مراها وحنبو الله فكرا مرجع سلام بين ويا الله العربي بين مريم هذو وكلا عرب مو كده بتجي على الله وكسر فك زي قلتي هذو تحسي قاعد تروح كلا فك هذا كل شيء في الكلام اللي هو إلا يا كابي أنت أخو تحسي وايد كي علم وتحسي وايد كيف يبين وايد إلا كابي كان عقل هو عك قلا مركز هذا الآن وما أنا بالعرب بوري لا أفق وحقاق تقاريب ولا أطالب متك وحبل يا ول مطلوب متك وحلقة مطلوب الله 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 إسلام تعب ترانا marka midka maalibka oo kan caawiye iyo asaamka iyo midku wax ka dhalbeey caawiye ee asaamka labadaba isla taagdaradaan labadaba saas isla yihiin ninka wuxuu caawiye iyo taxsi oo ka fakisin kari iyo kaaka wax ka siiday ka taxsi wax ka fakisay yahay abuuro abuuro joogi ka siibada taagaray ila arag waxay salaam wax ka jeeriya labadaba isla taagdaranaa wiilay waxa kale la yiri لا أفضل تقدرنا أطالع يوال مطلوب تقصير كرعة يمكن جس يريدين لا أصلا تقدرنا نقول ما قدر الله إله من وينين حق قدر وينين تسي بقطع خلق جن إله وينين تسي أم ما ينن كرمن ما عرف الله حق معرفتي نقول إله جرشي تسي بقطع ما ينن كرمن هدي إله جر الله عين وينين تسي أم ما جر الله عين يصير ذي كم ينن عابدين إن الله إله إلا قوي لا أود بدوي عزيز وغالب رب سبحانه وتعالى نداد أود بدموي وأنا غالب أهوه وحانك وضحايا وحكا فكنا يا إنجل وحكا غالب نقلهم من إنجل الله إلهي يستقيه الدورايا من الملائكة الملائكة الرسولة من إلهي كالطورت ومن الناس تتكنا رسولة من إلهي كالطورت هذا دي دنتهين محال محمد الله يذنكو صوردنا ملائكة قيب رسول من إلهي كالطورت وجبيلية ميكائيلية إسرافيلية قيب رسولة جلتة قيب الله شعب وأقول تعالى ملاك تطمن تريشك الله طوب الرسول الجديد قريب بعينه وقلاه أوان البشر كسيرة وكريه من عوام الملاك كبيرة وحركتها من البلد ملاك تقريب ترى سفر في الملاء الملاك عاين هوسة بين آدم كان قريب تيسا معان كل هاي هوسة يا كفر من البلد بقى أنا قريب تبين آدم كان أنبياء عني لكن درجة سرعة صديقين تلاقيها سيد الصحابة وكلها قوي سرعة يا ملاك تقريب توما سرسر من قريب تقريب كفر بالبال سيد اللي وقع ومن الناس ان الرسول هم بيلهي كالدورة ملاك تنا الرسول بيلهي كالدورة وقيب تلب داي إن الله إلهي سميعنا الله مغلوه يبصير نوار يا علم أله وعوليه ما بين أيديهم هر طول وحا عاد يا وما خلفهم قلاث وحا عاد وإلى الله إلهي أبيس وترجع الأمور أمور تلوئي رب سبحانه وتعالى وعوليه وحفر طوبة وكور هاي ويعنها الدنيا اللي وحا كبن بي مستقبل كآخرة حق إلهي ومرتب اللي يا أيها الناس ضروا إركع الركوع واسجدوا سجودا واعبدوا ربكم ربنا عابدا وافعلوا الخير خير كنفر لعلكم تفلحون هنا اللي لن تنبت مدنتي إلهي وحجر ضروا ركوع إلهي بلاد الركوع وصلاة كذا سجودة بالله ربنا أركانت الصلاة كاملة وأركانت الوهوي واعبدوا ربكم ربنا عابد مركا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير خير كفرع يا ركوعي سجودي مركا صلاة ما دام أي عبادات كو أبوهوين عبادات بدنية بعد الشهادتين ما دام أبوهوين إيادي عبادتي يا خيرك اللي إسفرية ونكملة يا سجار الله صاحبت لعلكم تفلحون قلت الحد مدنتي إنا اللي بانتان وجاهدوا تغالما في الله إلهي الدين تيسا فريال كذا حق جهاده جهاد تيسا تبطاها وتغالما وعفك
يا نفطة يا مالكة كبا غالب حق الجهاد هو متك طبعا لغاية على بطقين ايدها يح جهاد يمجري جهادك معها امت قالة والله لا تقالما املاء الجهاد نفطة والله تقال انت جهادك يمجري فجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر من رسول الله لسبب تقال قصر النقل جهاد كي يرابا قصر النقل كي وينا ورسول النقل وكانوا يقولون ان الجهاد كله 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 واختاركم على سائر الامم امضيه يا بني الله الى ان كدورتي وفضلكم الهي وإلى فضله وخصكم عيدكم باكرم رسول واكمل شرع رسولك ابو شرف بما ابو كرامه بما يا شرعك ابو دمست الرب الهي ابو كرامه ساسا الى كدورتي هذا من لدورتي بابا تاي الى الهي كدورتي كور الله شرع حلمه هدي الهي كدورتي او وعد ان دورتي الهي ويلي هذا دورشة لا يمان إسكار قادة أبقى إلا إذا قل إلا إسبان الله سارة وحن لغو دورت الدين توي أدك تهينا وما جعل مني يلم إلهي عليكم كركين في الدين الدين كبير ليس من حرج وحليلي وحليلي عن الأنصار إلهي سواح الله يمان كرتام الله وحن الأنصار أنا صائدين فضلنا ووح الله يمان كرتام وحن يجن كل هزين يمجر وحليلي إلا حتى نفرق يمخرج مبينا صلاة وكابرته أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين سوصلاة بأقوله إن أركان الإسلام كمان كشهادتين قلقتها قل كان إسكتام حاكو نجيدة حالة تقوه إسكتو صنحة حافة داري جبت أفرق عن تقوه اللي بيه هذا مركة خبائية وقال حداد سبع الله صفر بين عاد قشو وعلموه كرب عري وعلموه إسكتو وفلاي كنتو ليلي هاد موحيلي يا ميش يا إيال مبرك عوكا بيقال لي لحداد ليلة ورفات صنعه ويندلنا صفر كي سأسأل لي سؤال جاني صلاة الخوف يا أخي وقفت مركي على سجل توك على حبان دول جاني وقلت لي أنا عاوز يسوي تكل اللي بيجي وحبان دول تقول الله وقاعد بشرين سيدي لا يوقف دودي صلاة الصمة ها ها وقال مركي مسافر كبار ليش هدول دول أنا وسيد جي سكت تكل عارم على إننا بيجي يقول مسافر جي مركو الصعبة قامت يا أخي مركي سك عرب حتى هذا ميل هو عرب ميل هو شافع وسوق قلب ليش الملاوى قرب يا حبان دول أتخصص مع على الأسر كسي عرال مرك خرائط حرام هذا الجديد صارير مرك خرائط حرام أيش وده أحد اللي يجيت أتخصص على هالكاس وسوس على زمان واتحاد بعد سك أقرب أو إيه أقرب كذا مرك على أقرب حتى كل كذا ركوب الجوبتة يسجوب كل كذا ركوب الجوبتة وده حتى حاجة كل اللي يجيت بس هو اللي يوفر جديد أنت صعد كاري أليس تيجي سي عرام معك بهاي أنا كذا حمان بس هذا يلويد اللي يوفر جديد صوم قبل كده مسافر كتا وهذا اللي بيجي تاعي إسكا أفرطه ومع المكلا دكتين تاعي أو مقيم تاعي حتى أنا صوم بالي ولا ده هذا مسافر تاعي قبل بمركة حايلة بعيدة مفصلية صلاة دي ولا كل جيل كل تاعي ساعة حالة حالة العيد وبيت كل جيل تاعي اللي رابو يعني بقى تكن لكن الدين تبع الدين واحد ورئيسة أو جيل المجر ترى صور بعثت بالحنيفية السمحة أنا مت توصل أو حق أو تن بعد لو تن كذا أو حق أو فضل بالله يقول دري فرق رسولك دري هي معاد يا أبو موسى الأشعري سمع كل كذبة مدري بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا برسولك وهي بالشعرية تتكا كلا إرجينا وحفظوا لي يا أو تتكا كل أصلينا سيد عيال فرق الله سيدر دارني فرق الذكرى كقالة رسولك والقوي إياك وكرا إمام والد وحد كيف وقتها وكيف دكتوناتها حولا حولا طرقر السرق حاشا نيكو قولي وكو بحجوه وإرهب مرايو كام حدين إمي واساكا قاب سأسأل لكو جيلي لك الدين تنو والدين تسهل إيه ما قابرنا إلهي وحور ملة أبيكم كملة أبيكم أبيهن دين تسيو كلاوي إبراهيم إبراهيم أبيهن إبراهيم دين تسيو كلاوي نبي الله إبراهيم يا دين دي السلعة الأفضل الوقتي أخرى مالك أبيه إبراهيم دا اللي يجري تبقى أوضار مسلمين تبقى النبي إبراهيم دا ولا قرانا وإن سبا شاكتا صدر النبي إبراهيم دا قريبا بأركا لكتنا عمي المجرين
dadka horta lala hadlayo khitaabku markaa ku dhacay carab bay ahaayeen iyagana nabi ismaaciil bay galaan nabi ibraahim baa halkaa ka galaa dad kale oo badan hadda nabi ibraahim dad badan baa ku dhaadhaca oo abulbashari thaalit baa la yidhaha nabi dabadi haddana hadda isagaa nabigii weynaa marka iyada soomaalida waa aanu maranay ba meel ku holoolaba qolo walba meel nasab dheer halkaa ka dhaadhaca unba iyadu iyo ka dhaadhacday waxaanu maray inay wada carabiyin dabcigooda markii la fiiriyo lafteeda wax fara badan waad ka arkaysaa xataa waqtigii jaahiliyada iyo zamankii jaahiliyada waxyaalo fara badan uu jiray waad ku dhex arkaysaa isagoon weli ka dhammaanin kuwa ilaahay samaatu muxuu idinku magacaabay almuslimiina muslimiin buu ilahay idinku magacaabay bal magaca ilahay idiin bixiye dhowra saasaa laleeyahay ilaahay baa muslimiin idin yidhi dad ha hogaansamay oo wanaagsan waxaan kaloo dhanay magacyada waxba kama jiro magacyadan kale la sheegay oo dhan firqihebel iyo firqihebel waxba kama jiro oo asmaa ma anzala allahu taala min sulaan wax xujoo lagu soo dejiyey ma jiro waa firqadaas aan hayo firqadaan sheeg maytu ilaahiy rasuulku ku sheegeen firqada jeegiisa ilaahay wuxuu yidhi wey huwa isagaa samaakum idinku magacaabay almuslimiin muslim ahow hadda ruuxii dhacaan muslim keli anag waxaa laga yaabaa in lagu qabsado oo allag ora koocdee tahay haddaa tiraa waraa muslim baanahay warmaa muslim waa helbuu kala tegayo liba koox ma noqday sheeg baa lagu oran qaybtaan adigu taa war qaybna ma tihida muslimkaa lagu ilaahay sheegee muslimkaa iska fadhi xerafadhe ah oo muslimkii ilaahay uu loo bixiyey markii ugu horreysay ilaahay uu yidhi huwa samaakum muslimiin muslimiintaadanaan ahaan dhibkanoo dhan waxa keenay ee muslimiinta lucfiganoo dhan ku keenay waa magacyadan kala duwan ee loo bixiyey weeyaan ee meelo kale ka soo waaridi magacaasuu ilaahay idinku magacaabay min qabli horay iyoo horaba intaa nabiga lasoo dirinba ka hor yaa inaad muslimiintii ilaahay horay idinku sii magacaabo wa fii haada kan dhexdiisa qur-aanka dhexdiisana muslimiin baa laydinku magacaabay waa horena muslimiinna tihiin baa laydinku sii magacaabay haddana muslimiin baa laydinku magacaabo oo maxaasaa laydinku sharfi ilaahay idinku doortay liyakuuna rasuulu rasuulku inuu ahaado calaykum korkiina shahiidan mid ku marakaca rasuulku inuu ahaado mid idin waxa ummadda ilaahay uu doortay uu idinka dhigay idinka rasuulku inuu idinku marakaco watakuunuu idinkuna aada ahaataan shuhadaa kuwa ku marakaca calanaasi dadka bal ummaddan sharafteeda innaga keliya rasuulku baa inagu mahaatagic maalinta iyo weertiisa la taaganya innagoo ummadaha kale yaan ku marakacayna nabi alle nebigii kolkii ummaddiisa la hor keeno ummaddii ay tidhaahdo annagu rasuulkan wax unoo sheegay maana beenin bay odhan le dhibaanta meesha taalle waa la ysku hor imana nabi walba xagga ummaddana usoo cararaya markii la dayaa makhraati kuwa ummadda nebi maxamed baa anay makhraati iyo abu odo dee ma ummaduhu waxa ku marakacaya ee rasushii inay diinta ummadda gaadhsiisay oo xaqii la gaadhsiiyey oo ummaddu ay beenisay waxa ku marakaci waa ummadda haddaba haddii sidaa aad tihiin fa aqiimu salaata salaada ooga salaada ooga hagaajiya tukada laba dhin salaada ooga baa la yidhi salaada ma istiran oo hagaagsan oo furuuqeedii iyo arkaanteedii iyo sunanteedii wadata waa inay tahay khushuuceedina wadata ee salaada ku dhex sheekaynaysa oo suuqa ayoo jira ay tukanaysa maa wa aatu zakaata zakadana bixiy wari zakadana intii xoolale intaan lahayna iyagoo dafuqari waxba ma hayaan intii xoolalena zakada ha bixiso wactasimu billah ilaahayna qabsad ilaahay ku xidhnaada xadhiggiisa qabsad hadalkan ictisaamka xadhigga ilaahay qabsado ilaahay ku kalsoonaada oo ilaahay keligii isugu taga weyn keligii ilaahay qabsada wax kale ha ku kalsoonaanin huwa ilaahay mawlaakum midka idiin gargaarayay midka sayidkiina mawlihiin awe fa nicma waxaa nicmo lahaadii almawlaa wanicma nasiir arwaxaad barbar dhigta la kaal wuxuu yihi horta ilaahay isagaa mawlihiina a arbaa wuxuu daba dhigay wuu is ammaanay muxuu isu ammaanaya isagaa mudan ammaanta waa kaloo ammaan mudan baad haysaa ilaahay wuxuu yihi fa nicma nicmo lahaa almawlaa mawlahaas wa nicma nicmo lahaa annasiiru midkaa gargaaray hata wuxuu nicmo lahaaday mid wax qaban kara oo haddii aad isaga kala saarato ood isaga ku kalsoonaato wax kuu qaban kara wey wax kaleta wax kuu qaban kara ma jir kaasaa nicmo lahaaday ha lagu xidhnaado allah subxana